هذا الكأس يحتوي على ماء عكر. هذا الماء عكر عبارة عن ماء ورمل، ماء ورمل. إذا غناخدو كأس فارغ ونقوم بصب بمهل الماء، يعني بدا يجي صبوي بشوية، داك الأجسام الخفيفة راه كتهبط مع الماء شوية، هاكا نصبو نصبو بشوية بمهل 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 حتى نخليو هنا كما كتشوفو قال إلا يجد فيه رمل. إذا هاد العملية اللي قمنا بها تسمى عملية التصفيق، فرنسية لا ديكونتاسيون، هي فصل المكونات الخليط سائل وصلب. إذا الآن غادي ناخدو خليط من الماء والزيت. إذا ملي كنكونو كنخلطو شرحت لكم في الفيديو ديال الخلائط أننا كنحصلو على داك قطرات من الزيت عالقة في الماء كيسماه مستحلب. إذا هاد المستحلب غادي نصبوه في أنبوب التصفيق ونتركو الخليط حتى يسكن. إذا نعرف أن الزيت والماء سائلان غير قابلان لامتزاج. إذا ملي خلينا الخليط واحد الفترة لأنه خليط غير متجانس انفصل الزيت عن الماء. إذا كتشوفوا أن الزيت تصاعد فوق، إذا حين ذاك شنو غنديرو؟ غنفتحو الصنبور ديال أنبوب التصفيق وغنخليو الماء كينزل قطرات قطرات في الكأس. إذا وهكذا نقوم بفصل الزيت عن الماء. إذا هذه التجربة هذه أو هذه العملية كتسمى هي عملية التصفيق، إذا تصفيق خليط مكون من سائلين. ناخذ لنا واحد القمع وندخلوا فيه ورق ترشيح، هذا كلينيكس يعني المنديل ديال هذا أنف، ماشي مشكل، هو عبارة عن ورق ترشيح. ناخذ هنا كأس فارغ. إذا شنو غناخذو؟ غناخذو داك الماء اللي حصلنا عليه بعد عملية التصفيق ونقوم بصبه في ورق الترشيح بشوية. إذا هنايا غادي نزولو القامة ونشوفو الماء اللي حصلنا عليه. إذا ما كتشوفو كيباء صافي، إذا مبقاش خليط غير متجانس، باقي في أجسام ولكن لا ترى بالعين مجردة بالمقارنة مع هذا. إذا شوف اللون ماشي كيف كيف. إذا هنا استعملنا هاد الورق، إذا غنشوفو هاد الورق شنو بقى في هاد الورق، كنلاحظو توضع أجسام صلبة في ورق الترشيح. إذا هاد عملية تسمى عملية الترشيح، هي فصل المكونات اللي كانت في الخليط غير المتجانس، عملية الترشيح. غناخدو دورق وغنديرو فيه ماء البحر. اكتفوا ان ماء البحر يحتوي على كميه كبيره من الملح، الا ما كاش ماء البحر ما تجربو نديروها بالماء ونزيدو فيها الملح حتى يذوب الملح. اذا ناخدو داك الدورق ونضعو في جهاز التسخين، وهنا نديرو المحراب باش نشوفو درجه حراره الغليان. اذا من بعد غادي ندوزو داك الانبوب في مبرد، هذاك مبرد يعني باش نديرو عمليات تكاتف، يعني البخار الماء اللي غادي يخرج في المبرد غتقوم بعمليه التكاتف. ملي كتتم تما عمليه التكاتف اذا كينزلوا قطرات من الماء في الكاس. اذا هذاك الماء هو اللي حصلنا عليه يسمى ماء مقطر. اذا ماء مقطر لا يحتوي على ملح، اذا ماء مقطر يتكون من الماء فقط. اذا كتلاحظوا هذه التجربه ان بدايه التجربه كان عندنا ماء مالح وحصلنا على ماء مقطر. اذا هنا اول حاجه كانت عندنا عمليه تبخر ومراها عمليه التكاتف فنحصل على ماء مقطر. اذا هذه العمليه تسمى عمليه التقطير، يعني بالتقطير حصلنا على ماء مقطر من الماء المالح. الماء المقطر عباره عن ماء خالص.